السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقطع سابق تحدثت عن كتب التوحيد عند الإباضية، وذكرت الكتب التي ترشح لأن تكون للمبتدئين، وطبعا لا يلزم الإنسان أن يقرأ كل هذه الكتب، ولكنه يتعرف عليها، وعندما تكون الكتاب بين يديه يستطيع أن ينتقي الكتاب الذي يناسبه. في هذا المقطع بإذن الله تعالى أذكر لكم الكتب المتوسطة في باب التوحيد عند الإباضية، وكما بدأت هنالك في المقطع الأول بمنظومة غاية المراد، أبدأ هنا بمنظومة أنوار العقول. هذا الكتاب بهجة الأنوار في شرح منظومة أنوار العقول، المنظومة للإمام السالمي والشرح كذلك للإمام السالمي رحمه الله تعالى. هذه الطبعة من إصدار بصيرة، تجدونه الكتاب متوفرا في خزائن الآثار، والكتاب روجع من قبل مجموعة من أهل العلم. كان الكتاب متداولا، وكان هنالك طبعة قديمة من الكتاب، ولكن أصدر هذا الكتاب في طبعة جديدة، وتوجد أيضا نسخة محققة من مكتبة، أظن أنها أنوار روائع نور الاستقامة، توجد نسخة أخرى محققة، ولكن النسخة التي المحققة ليست بين يدي الآن. كذلك من الكتب التي تناولت أنوار العقول أو تناولت بهجة الأنوار هذا الكتاب، وهو لطيف الحوار على بهجة الأنوار، وهو للأستاذ مهنا بن سليمان الكندي. هذا الكتاب في الحقيقة هو مدخل أيضا إلى الشرح الأعلى لهذه المنظومة، وهو كتاب مشارق أنوار العقول. الأستاذ مهنا من تلاميذ الشيخ خلفان بن محمد الحارثي رحمه الله، وقد درس على يديه دروسا من منظومة أنوار العقول من خلال بهجة الأنوار، وساغ هذا الشرح بصورة حوار، فهو بأسلوب أدبي بديع. كذلك من الكتب ربما تكون متوسطة في باب التوحيد كتاب بغية الراقي، شرح خلاصة المراقي، وهي للشيخ الحاج صالح العلي الجزائري، وهذا الشرح مختصر، وهو للشيخ راشد بن سالم البوصافي، وهو من إصدار بصيرة، وتجدونه في خزائن الآثار. كذلك من الكتب القيمة كتاب الحق الدامغ، وهو لسماحة الشيخ الخليلي، وهذا الكتاب يتحدث في ثلاث مسائل في باب التوحيد، رأي الإباضية في هذه المسائل وأدلتهم التي استدلوا بها في تلك المسائل. المسائل هي رؤية استحالة رؤية الله تعالى، وخلود أهل الكبائر في النار، وقضية خلق القرآن، أدلة الإباضية وردودهم على من خالفهم في هذه المسألة. الكتاب أيضا تجدوه في الكلمة الطيبة. وأيضا من الكتب الرائعة والمتوسطة كتاب الشفاعة الأخروية، وهي دراسة حول موضوع الشفاعة الأخروية التي اختلفت فيه المذاهب الإسلامية في تفصيلاته. فهذه الدراسة هي للشيخ الدكتور سلطان بن محمد الحراسي، وربما تجدونها في المعرض، لا أدري هل هي متوفرة الآن أو أنها غير موجودة. كذلك الفكر العقدي عند الإباضية حتى نهاية القرن الثاني، وهي للدكتور مسلم الوهيبي، وهذا الكتاب من إصدار مكتبة غاية المراد، والفتاوى لسماحة الشيخ الخليلي، فتاوى العقيدة، وهو في جزئين، سماحة شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى. وأختم بهذا الكتاب كما ختمت هنالك بأحد كتب شيخنا المغاربة، فهنا أيضا منهي هذه المجموعة بهذا الكتاب، وهو البعد الحضاري للعقيدة الإباضية، وكتاب يعني كبير، وهو للدكتور فرحات بن علي القعبيري، والكتاب قيم لأنه لعالم كبير، والشيخ القعبيري حفظه الله يزور عمان بصورة مستمرة. طبيعة الحال هذه الكتب لا يوجد فيها كثير من تعقيد والغموض، وذلك لأجل أن هذه الكتب تعتمد على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التيسير والإيضاح لبعض الآيات، ولا تدخل في الباب ما ذكره الفلاسفة وما ذكره
غيرهم، واشتغال بأمور ربما لا يعرفها المسلم العادي، وإنما كان منهج العلماء في هذه الكتب هو الكلام الواضح اليسير الذي يفهمه الإنسان. والعقيدة الإسلامية تتميز أنها عقيدة متسقة مع العقيدة، متسقة مع الفطرة الإنسانية، لا يوجد فيها يعني ما يخالف العقل السليم، ولا يوجد فيها تناقض أيضا. لا تجد كلام هنا آية تناقض آية، أو حديثا يناقض حديثا، أو نحو ذلك، وإنما توجه الأدلة كلها وجهة واحدة، وذلك من خلال إعمال كل الأدلة. فلو أن إنسانا التبس عليه أمر في فهم آية أو في فهم حديث، فإن العلماء يوضحون ذلك من خلال اطلاعهم وسعة علمهم ورسوخ أقدامهم في هذه الأبواب. فمن تمسك بالعقيدة الصحيحة السليمة فاز بإذن الله تعالى، فاز في الدنيا والآخرة إن كان معتقدا لذلك عاملا بها. أسأل الله تبارك وتعالى ذلك لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.